يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول صحيح وهو أن الاستدلال بزواج الصغيرة أو على زواج الصغيرة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة هو استدلال غير صحيح لأنه خاص بهما، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل. الأصل عدم الخصوصية، الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، إلا إذا لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام، كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا إذا دل دليل على الخصوصية. نعم.